الحال فلك الأدب الدنيا في سير الشريعة مجددا وسيقيمون يعني هذا النشاط اللي كان تواصل الصحابي وغيساعد يعني لاتخاذ مجموعة من الخطوات العمل ديالنا في إطار المعارضة في إطار القوانين التنظيمية هو عمل محدود ولكن العمل ديالنا في إطار الحزب هو عمل مفتوح باش نفرقوا بين كنتكلموا حنا كمنتخبين في البلدية كأعضاء العمل ديالنا هو القوانين التنظيمية القوانين التنظيمية إدراج نقطة في جدول الأعمال يعني إصدار الملتمس يعني الاقتراح يعني مشروع إلى آخره فالعمل ديالنا جد محدود ولكن في إطار ما هو سياسي فيمكن نظموا يعني نظموا مثلا لقاءات عامة يمكن نظموا احتجاجات على المستوى ديال المجلس الجماعي والاحتجاجات على المستوى ديال هذا يمكن نجمعوا آراء يمكن نقوموا بمجموعة من الأعمال باش نفرقوا العمل ديالنا شنو هو فيما يخص عدم التعاطي يعني التعاطي مع الموضوع بجزئية ما فهمتش هذا الإشكال كيفاش يعني كأننا هذا الموضوع مجزأ هذا الموضوع راه واضح حنا عندنا شنو هو واش غنفتحوا واش هذه المحطة هذا الشغل ما غاتشتغلش فالمحطة الظروف ديالها كاملة مهيئة آخر حاجة اللي تمنى اللي كان عليها واحد النقاش يعني ما عنده حتى مصداقية هو الصور ديال المحطة شرو الله بعض الإخوان الصور يعني تم البناء ديالو الإنجاز ديالو راه مهيئ فالمحطة يعني مهيئة وجميلة إلا بغيتو تقولوا وكما قال الأخ بعض الإخوان يعني كي بحال شي عروسة الصغار نروحوها هادشي اللي باقي في هذا يعني بين قوسين في هذا المشروع فكلشي جاهز خصنا غير نهل ما عرفناش هاد الناس واش ما عندهم شي باش يروحوا هاد العروسة واش ما عندهم شي شفت كذلك في آخر خبر واحد بين قوسين أجل هذا واحد السائح يعني أجنبي في طنجة روح العروسة ديالو في تريبورتور جديد ميتاكولا جديدة ميتاكولا جديدة إلى آخر علي بين قوسين كسر قوسين باش ما نزيدوش الإشكال باش نهضر بصراحة واحد السؤال كان مباشر ما هو السبب الحقيقي لعدم فتح المحطة راه ما يمكنش نجاوب هذا السؤال حيت حنايا ما نعرفوش الراس ديال الرائع شنو فيه والراس يعني شنو هو الخلفية اللي كاين حنا عندنا كيقول عندنا تحليل نضرب لكم بين التحاليل إلى قريتو اللائحة اللي كاينة في التدبير يعني اللائحة ديال ماذا تحتوي عليها المحطة يمكن يكون هذاك الجواب هذيك المحطة فيها مجموعة من المحلات التجارية كتبدا من 34 متر كاري إلى 50 يعني متر كاري المحلات التجارية كاينة يعني نضرب لكم واحد نعم لا هذيك المقاهي لا المحل التجاري كاين 16 محل كنظن 17 محل هنا تجاري اللي المساحه ديالو كتبدا من 17 متر كاري حتى ل 40 حتى 50 متر كاري اذا هذه محلات تجاريه كاين مقاهي كاين مقهى صغير فيها 64 متر كاري هذا راه صغير كاين مقهى كبير فوقاني كبير فيها سيدي 100 عفوا هو 248 متر كاري 234 متر كاري وكاين مقهى اخر فيه 248 متر كاري كاين سبعه المراحل كاين مقهى كاين كذلك شبابيك ديال التذاكر حدود 11 شباك كاين فضاء واسع من المفروض انه التدبير ديالها على حساب كنا التحملات هنا كنفتح الحوض حنا عمرنا ما اتخذنا قرار ديال التدبير المباشر المجلس عمرو ما اتخذ قرار ديال التدبير المباشر خدينا صادقنا على نجل التحملات من بين الامور اللي فيه انه في اطار التصويب غيتوضع واحد النظام ديال الاعلام وديال التدبير وديال المراقبه باستعمال التكنولوجيا الحديثه يعني السطوات الرقميه الكاميرات الى اخره كاين كذلك انه التدقيق المحاسباتي كاين كذلك انه تشغيل مجموعه من العمالات المحليه يلتزم انه السيد غيتكلم الحاله الى كان التدبير مفوض السيد غيتكلم انه يقوم بتشغيل مجموعه من العمالة المحليه في تسيير الشركه وتدبير الشأن المحطه كذلك الشأن بالنسبه للمتعاقدين مع مرفق
كشركة خدمة ونظافة إلى آخره المعروف لي. يعني المفروض أنه هذه المحطة ستتدبر بطرق حديثة. كذلك يلتزم بأنه يجهز المحطة بكل المستلزمات الضرورية لراحة المسافرين من تشجير وإنارة ومقاعد انتظار وكذلك وسائل الترفيه كشاشات تلفزيون وفضاء الأطفال وكذلك محافظة على الواجهات ومحتوى المحطة والتجهيزات الأساسية إلى آخره. يلتزم المفوض كذلك عليه بالسهر على نظافة المحطة واستعمال الآلية الحديثة لهذه الغايات بين قوسين عربة تنظيف الشفط إلى آخره. الشفط الكهربائي والشفط الكهربائي. إلى أمور أخرى على أي المفروض أنه هذا المشروع اللي كيخدم أي رئيس مجلس اللي كيدخل أي رئيس يجبر واحد الموضوع واحد المشروع اللي ما غيخسر فيه والو خصو يجري شي شوية ويتحرك ويتخذ ويحسب وغادي المحطة وغاتسجلو بأنه السيد نجز هذا هاد السيد ما بغاش يتحرك كذلك غيكون في إطار مشاريع أخرى يمكن تكون تسبب لنا حنا موقفين علينا كنتسناو شي حاجة مايمكنش يهز حيت هاد السنوات 15 16 17 و 18 والوحيد 15 السنين دابا الان يعني بلا يعني بدون نتيجه كاين اشكالات مرتبطه بانه المحطه داعش دابا الان لي ديبار فيها راه قريب كاين 4 لي ديبار وجوج اللي شويه اللي باقي ما كاينه والو نامل انه والحر وكاين واحد العدد ديال الحافلات العابره ما كتدخلش للمحطه ما كتبغيش تدخل المحطه علاش كاينش لا كورجي على 4 بلايص ولا 5 بلايص ولا 10 بلايص غيبقى داخل من الدور وخارج وديك المسار كامل ودور من هنا حتى ويجي ويحط بلي عاد يجي يخرج كيوصل حد الدور كيمشي بحالو تما الا تحول يعني المحطه تحولت لهذيك المنطقه يمكن يكون يعني تدبير جيد تم يعني التسلم ديال الاشغال ديالو يعني كامله ما عرفتش واش تسلم مؤقت اللي عارف تسليم مؤقت كاين بالنسبه للمشروع تسليم نهائي ما عندش العين واش تم التسلم المؤقت ديال السوق المحطه مازال ما تم بانه باقي بعض الامور البسيطه كما ماشي صغار الى اخره ولكن هالامور هذه راه كاينه وسائل ديال الرقابه وسائل ديال المحاسبه الماليه كاينه وسائل الرقابه إلا تثبت بأنه كاين خروقات راه كاين المعطيات راه كاين الإجراءات القانونية.